وأحبئوني أنا طبيب صيدلي بأحدى شركات الأدوية المشهورة، ونفسي أتصالح مع الله. حاولت كتير ما أمكنش من التوبة، علشان أنا ببيع عينات الأدوية المجاني لأحد الأطباء، مع العلم بإني أنا مش محتاج ماديا. طب مش محتاج ماديا وانت عارف انك بتغش، وده ممكن يضيع مستقبلك الابدي، فين عقلك؟ فين عقلك؟ ده من بداية الكنيسة الروح القدس بيقول إنما نهاية كل شيء قد اقتربت، فتعقلوا واصحوا للصلوات. من بداية الكنيسة الروح القدس بيقول يا فلان خليك عاقل، خليك عاقل، ده انت ممكن تهمل في أي موضوع أرضي أو زمني، لكن إلا خلاص نفسك وحياتك الأبدية. ممكن الإنسان يضحي باللقمة اللي بيأكلها، اللقمة، ويضحي بالغالي والرخيص بس يضمن حياته الأبدية. عشان كده الإنسان العاقل يدوس عن خطية. وانت عندك محبة المال أصل لكل الشرور، لكن لو سألت نفسك هتعمل ايه بالمال؟ يعني انت مش محتاج، بتقول ان انا مش محتاج، هتعمل ايه بيه؟ اتصور معايا ان الايام انتهت وجيت هتقف قدام ربنا، وهي هتنتهي الايام، هتنتهي الايام. انا مرات كتير وانا في المكان ده، وانا بقالي اكتر من 35-36 سنة هنا، انا مرات كتير اقعد اتأمل، ارجع بفكري للاحداث اللي حصلت هنا، اللي حكوها لنا ناس مشوا. يعني انا صليت مع اباء كتير الله ينيح نفسهم مشوا من هنا، حكوا لي كلام كتير، بقعد اتامل في الاحداث اللي وصلت لذاكرتي، الاقي اني ده عالم كذب في كذب، كل ده انتهى. والحاجة اللي ممكن تعتبرها دلوقتي أو تظن إنها مهمة جدا أتريها ملهاش قيمة، ملهاش قيمة. عدت الأيام وهتعدي الأيام. العاقل هو اللي يمسك في ربنا، العاقل هو اللي يمسك في ربنا ويدوس على كل شهوة أو محبة غريبة، ويقول نصيبي هو الرب، قالت نفسي من أجل ذلك أرجو. يا ابني إن كنت حاضر معانا هنا أو سمعني، انوي التوبة دلوقتي، انوي التوبة دلوقتي وسلم حياتك للمسيح. وهو حاضر معانا شخصيا، قلنا ربي توبة، يا رب توبة واستلمني من النهاردة. أمين.